السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة شفاف شكو إبراهيم. أهلا وسهلا بكم. اليوم غادي نقدم لكم وصفة طاجين ديال الحوت في الفرن مع وصفة تبصيل ديال الشلاضة ديال الصلاد بالحوت حتى هو. غادي نقدم لكم دو بلاطو. البلاطو الأول كنحتاجو واحد بصلة مشلطة مع شوية ديال الزبيب مرقد ومتبلين، ودرنا لهم شويه القزبور شويه ديال الثومه واسميتو طايبين، راه طايب. عنا هنا فلفله خضراء، عطاناها دوائر. مطيشه عطاناها دوائر. خزو طايب حتى هو طايب، قطعناه على شكل شرائح. البطاطا حتى هي قطعناها على نصف، البطاطا صغار شويه قطعناهم على نص وديكورناهم بهذا الشكل ديال الديكور اللي كتشوفوا. عندنا هنا لاصوص، هنا لاصوص طوماط، شويه لاصوص، شويه مطيشه مطحونه، الثومه، عندنا السوجا، وعندنا شويه القزبور، وعندنا شويه ديال العطريه، البزار، الملحه، الكمون. هنا عندنا لاصوص، هاد لاصوص جاريه هي شويه ديال البيشاميل والقزبور، هاد لاصوص جاريه. عندنا الحامض، غادي ناخذو الحوتة ديالنا، حوتة متوسطة، الحوتة متوسطة القرب، لا مارك ديال القرب، غادي ناخدوها، غادي نتبلوها، هكا، ندخلو ليها شوية، غادي ناخدو لاصوص ديالنا، ندهنوها بها. نحاولوا الفتحات ندخل ليهم هكا، نقلبوها، نحاولوا الفتحات ندخل ليهم شويه ديال الصوص، نحاولوا الوسط ديالها نديرو شويه ديال التبيله. غادي ناخدو طاجين ديال الفرن، غادي نحطو الحوت ديالنا هكذا، غادي نخوي عليها شوية ديال الصوص مزال، هذا الصوص لي هناخدو الخزو ديالنا، هناخدو الخزو ديالنا كنخويو عليه شويه ديال هاد التبيله بحال هكا، كنديرو خزو شويه في الارض. هاد الطوا ما كتلصقش، داكشي علاش ما درت حتى حاجه تحت الحوتة هكا. نديرو الخضر، هاد الخزو راه ديجا طايب، ديجا مسلوق مزيان توصل درجة ديال الطياب، يعني البلاطو ديالنا في الفور غادي يستغرق 25 دقيقة. كناخدو البطاطا ديالنا كنتبلوها بهاد الصوص، هنا لابيشاميل جارية كنزيدو لها شويه ديال زيت العود ونجريوها شويه تجي جاريه. كناخدو البصل ديالنا نديروه هو الزبيب، نديرو
نضيفوا البصل فوق في الزو، كناخدو الفلفلة ديالنا كنديرها فلفلة بحال هاد الشكل، كل بطاطايا كنلبسوها خاتم ديال الفلفلة. ناخدو مطيشة ديالنا نديروها جنب ديال الحوتة بحال هكا، هادو البقية ديال الصوص نرشو بها هكا، جوانب ديال الطاوة ديالنا هكذا، كنرشو شوية الحامض نديروها كندخلوها للفران 185 درجة، البلاطو ديالنا ها هو موجود، غنديرو للفران 185 درجة هكا، كنخليوه لمدة 25 دقيقة. ديال الصالاد ديالنا كنحتاجو الرز الأبيض، ها هو كيما تشوفو مفور وطايب، درت فيه شوية الزبدة، شويه د الملحه، شويه ماشي بزاف لان لاصوص ديالنا راه فيها الملحه. كنحتاجو لاصوص طوماط فيها البصله، فيها مطيشه، فيها القزبور، فيها شويه ديال لاصوص سوجا، وفيها شويه ديال الكيتشوب بلاصه الشماطيشه كونسونطري كندير شويه ديال الكيتشوب، درت اسميتو شويه ديال البزار، الملحه، وشويه ديال الكمون. هنا عند كروفيت مسلوق مع الحامض، عندك هنا المرسو ديال الطون، عندك هنا لا مايونيز فيها شويه ديال القزبور وشويه الثومه، عندك هنا الزيتونه الكحله للتزيين، عندك فرماج للتزيين، عندك الصول للتزيين. هذا الصول غادي نوريكم الطريقه باش غنطيبوه، طريقه شويه رائعه وديكوريه مزيان، غادي نوريكم الطريقه. كنحتاجو كناخدو لاصوص طوماط ديالنا، كنخويوها الرز، كنخلطوه، هكدا، خلطناه كما قلت لكم بلاصوص طوماط. كناخدو الطون، حاولوا نفرشتو شويه، نديرو الطون كامل، نخلطو مع الرز، ثم ناخذ الكروفيت كنضيفها فوق هذا الرز، كروفيت مسلوقة يعني طيبة،
هنا كناخد شوية من لامايونيز اللي درت. شوفي لامايونيز واقفة مزيان شادة راسها. كندهن بشويه د لامايونيز من جوج جهات غير شويه ما تكثروش على هذا الشكل. شي علاش خليت قبيله لامايونيز اللي بقات ليا هكا نديرو هكا. الصول ديالنا كنحطوه فوق الشوايه هكا نخليه شوية كنخليه على شوية غير بالمهل ما كنورقوش عليها في الأول كنخليه شوية حتى كنشوفو السلطات عاد كنورقو باش يعطينا داك الديكور اللي قلت لكم رائع. الصوص ديالنا ها هو طاب كنعمرو في المول كاري وانتم كل واحد اللي بغى يعمرو في المول كاري عمرو في المول كاري. باش ما بغيتو تعمرو كنديرو هكا هكا نديرو في الوسط ديال من الاحسن من الاحسن باش ما تكونش هناك حتى شي مشكله نديرو التوصيل هكا ونقلبو من الاحسن حتى الا ما جاليكمش في الوسط قادو التوصيل في الوسط. هانتوما انا قديتو في الوسط هز ها الرز ديال الخرج هاكا حاولوا تقدو الجنبات اللي خرجت شويه هاكا. الخص ديالنا كنديرو هكا جنبات ديال البلاطو كنسوسوه من الماء كنديرو الخص بالجناب كنزوقو تبسيل بيه الماء درنا الرز ديالنا كنديرلو الميرنا ديالنا كندورها هكا هكا كنديرو الصول ديالنا سمحوا لي انتما كتشوفوا السول خليناه بلا زيت مجرد هكا الزيتون ديالنا الكحل كنحطوه في جوانب بحال هكا هكا. الفرماج ديالنا كنقطعوه على شكل ديكور
عمر على شكل دوائر هكذا. عمرناها بالرز، نديرها الوسط على هذا الشكل، كنقادو الجنبات فرد. الحوت ديالنا ها هو طاب، هانتوما كتشوفوه، بعد 30 دقيقة خرجتو من الفران. شوية ديال المايونيز كنزوقو. الشكل كناخذ شويه ديال الربيع، شويه ندير الفرص هاد الورده. الورده درناها مع مايونيز، هادي حديقه تبارك الله خضراء، التبصيل كله رجع حديقة خضراء. ديشا كنقطعوها على جوج، كنقطعوها على شكل شرائح رقاق. نزيدوها هكدا غير باش يبان التبصيل بيان ديكوري. التوصيل ديال السلطه ديالنا هو موجود، ديكوريناه ومي كيصلح حتى للضياف ويصلح مهم لعائله كبيره. عندنا هنا الحوته بالقرب ديال 2 كيلو طيبه في الفران تقريبا، بالبطاطا بخيزو مطيشه بالفلفله وبالصوص سبيسيال ديالها بشويه الزبيب والبصله. نتمنى هذه الوصفه تعجبكم وتكون عجبتكم. والسلام عليكم، وشجوا قناة الشيف أفشكو إبراهيم وشجعونا في مواقع التواصل الاجتماعي، وشكرا لكم.